ونتحول بكم مشاهدينا إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. نبدأ بالدولار الأمريكي الذي يسجل 15 جنيها 66 قرشا للشراء مقابل 15 جنيها 76 قرشا للبيع. أما اليورو مسجلا 17 جنيها 35 قرشا للشراء مقابل 17 جنيها 46 قرشا للبيع. في حين يصل الجنيه الاسترليني إلى 20 جنيه 62 قرشا للشراء مقابل 20 جنيه 75 قرشا للبيع. فيما لا وصل به العملات العربية مقابل الجنيه المصري، نبدأ بالدرهم الإماراتي الذي يسجل 4 جنيهات 26 قرشا للشراء مقابل 4 جنيهات 29 قرشا للبيع. فيما يسجل الريال السعودي 4 جنيهات 17 قرشا للشراء مقابل 4 جنيهات 21 قرشا للبيع.